السلام عليكم، تحياتي للجميع. اليوم فيديو جديد راح نحكي فيه عن منتخب سوريا ما بعد المباريات الودية مع إيران والبحرين، وقبلها مع الأردن وأوزبكستان. بشكل عام نبيل معلول خاض 4 مباريات ودية مع الأردن، وما بعدها مع أوزبكستان، البحرين وإيران. خسرنا 3 مباريات، فزنا مباراة. حصيلة ال4 مباريات كانت هدفين لمنتخبنا، تلقينا فيها 7 أهداف. دفاعيا كنا سيئين وهجوميا كنا سيئين، وعلى صعيد المنظومة الجماعية كان منتخبنا سيء. بشكل عام منتخبنا قدم أداء ضعيف جدا. نحن بنطمح إن شاء الله إنه هي المباريات تصلح فيها الأخطاء لنشوف منتخب أفضل في المباريات الرسمية. أنا اليوم طالع لأحكي بعض النقاط الإيجابية يلي أنا برأيي ممكن نستفيد أو يستفيد منها المدرب نبيل معلول في هي المباريات. أول نقطة إيجابية أنا برأيي كانت تجريب عدد من اللاعبين في ال4 مباريات اللي خاضها نبيل معلول مع منتخب سوريا. كان في عنده قائمة لمباراة الأردن وأوزبكستان، بعدين كان في قائمة لمباراة البحرين وإيران. تم تجريب عدد من اللاعبين. المباريات الودية هي لا تكشف مستوى اللاعبين، في لاعبين ممكن تشوف مستواهم مرتفع في أنديتهم، مع المنتخب تشوف مستواه متدني. هذا الشيء يحتاج عمل مدرب، هذا الشيء ما بيبين عليك إلا من خلال المباريات الودية. ما فينا نحن ننسف عمل او الشيء اللي انت ممكن تستفيد منه من المباريات الوديه. اكيد المباريات الوديه رغم الاداء السيء اللي قدمه منتخبنا، رغم النتائج السيئه، ولكن بالنهايه في امور لازم نحكي عليها، في امور مهمه جدا. ما بننسى انه منتخبنا لعب مع البحرين، منتخب البحرين كان كامل، منتخبنا كان منقوص من عدة أسماء. أيضا مع إيران كان إيران منتخب كامل، منتخبنا القائمة كانت ناقصة من عدة أسماء. إذا بدنا نحكي نحن عمر السومة غير متواجد، عمر خربي غير متواجد، علاء الدالي غير متواجد. إذا بنرجع على خط الدفاع أحمد الصالح غير متواجد، عبد الله شامي، وعدد من اللاعبين حسين جويد على اليمين وماهر دعبول في آخر لحظات تمت تم استبعاده بسبب الإصابة. عدة عوامل كان إلها سبب منتخبنا يظهر بهذا الأداء. نحن ما بننكر إنه هي الأسماء كنا بنتأمل إنه تقدم أداء أفضل، ولكن إنه نجلد نحن اللاعبين ونجلد المدرب بشكل سنحمل المدرب ونحمل اللاعبين المباريات الودية. بالنهاية المباريات الودية للتجريب، اللاعب عطى اللي عنده، بعض اللاعبين ما كانوا في المستوى، اكيد راح يتم استبعاد عدد من اللاعبين، واكيد راح نشوف لاعبين جداد، اكيد راح نشوف اللاعبين اللي ما كانوا موجودين في الوديات. المباريات الرسميه راح تعطينا انطباع حقيقي عن المنتخب السوري. نحن حكينا انتقدنا، كشارع سوري اكيد حقه يحكي، منتخب بلد اي شخص فيه يعطي رايه، بس بالنهايه نحن لازم نحط المباريات الوديه وننساها ونفكر بالمباريات الرسمية، نفكر بالمرحلة القادمة. في بعض الأخطاء صارت أكيد لازم تصلح، المباريات الودية هي اللي تصلح هي الأخطاء. المعلول كان فيه يلعب مع أو يختار منتخبات ضعيفة ويفوز، بس بالنهاية هو ما بده يضحك على الجمهور السوري. المعلول اختار منتخبات قوية ليكسر حاجز الخوف عند اللاعبين السوريين، لأنه بعض اللاعبين كانوا خايفين من المنتخب الإيراني. أنت اليوم مهم جدا تلعب مع إيران، حتى لو خسرت من إيران مهم جدا تكسر هذا الحاجز. هي بعض الأمور الإيجابية اللي أنا عمال أحكي عنها. أنت في عندك مباريات في الدور النهائي مع منتخبات مثل إيران ومثل اليابان وأستراليا والسعودية وقطر، وهي المنتخبات القوية. أكيد أنت راح تلعب مباريات صعبة جدا، فالمباريات الودية مع إيران أو حتى مع البحرين، المنتخب المتطور جدا، هي المباريات مهمة جدا، مهمة جدا لمنتخبنا، مهمة جدا للمدرب ليصل لتشكيلة مثالية يلعب فيها في المباريات الرسمية. إن شاء الله بوجود اللاعبين الغائبين في المباريات الرسمية مع وجود خليل الياس يلي اليوم أكد
المعلول انه جاهز ان شاء الله ليكون موجود مع منتخب سوريا. خليل الياس هو احد اللاعبين المغتربين اللي تم الحديث عنهم في الاونه الاخيره، اوراقه جاهزه ان شاء الله وراح يكون متواجد مع منتخب سوريا. بالنسبه لبابلو صباغ وعبد الرحمن ويس، حتى الان ما ارسلوا الموافقه، لذلك احنا فينا نحكي حاليا عن لاعب مغترب واحد راح يكون موجود مع منتخب سوريا. اكيد في عوده عمر خربين، وان شاء الله يتم حل الخلاف ويكون متواجد مع المنتخب بوجود السومه، احمد الصالح، عبد الله شامي، حسين جويد وعدد من اللاعبين. اكيد منتخبنا راح يكون افضل، نحن علينا ندعم المنتخب. طبعا مباريات وديه وانتهت اليوم، نحن ما ضل عندنا شيء اسمه مباريات وديه، عندنا مرحله قادمه في شهر 6 راح يكون في عندنا مباريات رسميه ولكن بطابع ودي مع جوام والمالديف والصين. نحن متاهلين على المرحله النهائيه، نحن ناقصنا نقطه واحده فقط، هي المباريات حتى فينا نستفيد منها. لا ممكن مو تجريب لاعبين، لا اكيد هي مباريات رسميه ما فيك تجرب، بس فيك انت تصل لخطه او تصل لتشكيله ممكن تستخدمها او تلعب فيها في المباريات في المرحله النهائيه اللي راح تكون في شهر ان شاء الله، في الشهر العاشر 11 والشهر 12 من هذا العام. بالنهايه منتخبنا قدم يلي عليه باداء دون المستوى، هذا كلام نحن متفقين عليه، بس نحن اليوم لازم نتفق انه المباريات الوديه هي لا تكشف لك الاخطاء، نحن انكشفت بعض العيوب، انكشفت عده امور. اكيد المعلول والجهاز الفني راح يشتغل ليداركوا الامر، وانا متفائل ان شاء الله انه نشوف منتخبنا في المراحل القادمه في المباريات الرسميه ان شاء الله بشكل افضل. طبعا هي الاسماء اللي شاركت ضد البحرين وايران 50% ما راح تكون متواجده في المباريات الرسميه على الاقل كاسماء اساسيه، اكيد بعد عوده اللاعبين الغائبين في اللي ما كانوا متواجدين في المرحله الوديه اكيد راح تتغير القائمه النهائيه للمباريات الرسميه. وفي نقطة إيجابية أخيرة راح أحكي فيها، نبيل معلول في الأربع مباريات الودية غير الرسم التكتيكي لتشكيلة منتخب سوريا أربع مرات في الأربع مباريات الودية، وهذا الشيء أكيد يعطينا انطباع أنه المدرب عمال يحاول يصل لتشكيلة ورسم تكتيكي يناسب قدرات اللاعب السوري، المدرب عمال يشتغل بطريقة يصل للمباريات الرسمية وهو يواصل له تشكيلة وخطة مناسبة يستطيع انه يلعب فيها في المباريات الرسميه. هي الامور يلي حكى عنها المدرب نبيل معلول وحكى عنها مساعد المدرب انه في بعض الامور الايجابيه اللي توصل لها الكادر الفني، اللي نحن ما فينا ننكر هي الامور. نحن كجمهور سوري ممكن تهمنا النتيجه ونتابع الاداء، بس بالنهايه في امور المدرب هو موجود وهو عمال يحط التشكيله وهو عم يراقب اللاعبين، اكيد عمال يحاول يصل له طريقة وخطة يلعب فيها في المباريات الرسمية. ما فينا ننكر كل هاي النقاط يلي راح تفيد أكيد منتخبنا في المباريات الرسمية. طبعا هلا بدنا نطوي صفحة المباريات الودية، أكيد راح ننتظر المباريات الرسمية، بس في بعض الأمور ما لازم ننساها، في بعض الأمور لازم يتم العمل عليها. نتمنى من الاتحاد السوري لكرة القدم يشتغل أكثر على موضوع المغتربين السوريين، نتمنى من المدرب نبيل معلول يكون متواجد بسوريا يتابع اللاعب السوري. نحن ما فينا ننسف عمل الدوري السوري بالنهاية، رغم أنه هو دوري سيء أوكي، بس أنت بالنهاية فيك تعول أو تستفيد من بعض اللاعبين اللي موجودين في الدوري السوري، هذا الشيء ما راح يبين عليك من خلال شاشة تليفون أو شاشة تلفزيون، لازم تكون متواجد بسوريا، تتابع اللاعبين، ولا تصل لأفضل اللاعبين اللي موجودين في سوريا وتختار الأنسب ليكونوا موجودين إن شاء الله في منتخب سوريا. أنا وصلت معكم لنهاية الفيديو، أنا حكيت عن بعض الأمور الإيجابية، حكينا في فيديو سابق عن الأمور السلبية، اليوم بس أنوه على موضوع نبيل معلول حكى بمقابلة عبر صفحة اتحاد كرة القدم عن كتير أمور وكتير تفاصيل، موجود الفيديو بالكامل في القناة، فيكم تتابعوا، راح أحط لكم إياه في الاقتراحات ضمن هذا الفيديو، فيكم تتابعوا كلام المعلول. أنا بصراحة بشكل أو بآخر كلام المعلول كان واقع أو حقيقي، ممكن نحن نتجاوب مع كلام المعلول ونكون سند لمنتخب سوريا كجمهور سوري، ننتظر إن شاء الله الأفضل ونتمنى الخير دائما لمنتخب سوريا. وبنهاية الفيديو تحياتي للجميع، شكرا لكم متابعة الفيديو، بتمنى تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا علينا بلايك. السلام عليكم ورحمة الله.